أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: ما حكم قول الرجل عندما يقال له ادعو ربك قال ما يستجيب الله لي، أو يقول عندما يرى أحدا يدعو ربه يقول لا تدعو وتتعب نفسك فلن يستجيب الله لك؟ هل هذا شرك، وهل هو أصغر أم أكبر؟ أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا قنوط من رحمة الله عز وجل، وهذا مخالف لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا حكم على الله أنه لا يستجيب والعياذ بالله. وقال رجل من بني إسرائيل: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. كلمة قالها في حق الله فيها إساءة إلى حق الله فأحبطت عمله. فهذا الكلام، هذا كلام خبيث، كلام باطل، ويجب على من صدر منها أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يقنط من رحمة الله ويقنط الناس من رحمة الله ويقول لهم الدعاء ما في فائدة. هذا لا يجوز، هذا مخالف لأمر الله عز وجل، وقنوط من رحمة الله عز وجل، وإساءة أدب مع الله جل وعلا. وش يدريك إن الله ما يستجيب؟ تحكم على الله عز وجل؟ فهذا لا يجوز أبدا، هذا خطير جدا، ربما يحبط عمله هذا الكلام، كما أحبط عمل ذلك الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.